وشوشة. انا مش عارف هو في شورتج في التالنتس، مفيش تالنتس كتير ولا مفيش تالنتس باينه؟ يعني في ولاد كتير قوي على السوشيال ميديا بيكتبوا حلو وبيضحكوا ومش عارف ايه، فالناس دي مش عارف اخرها بوست ولا الناس دي ممكن تعمل افلام وكلام من ده وعندهم السنس اوف هيومر؟ مش عارف اذا كان هم اللي مش عارفين يظهروا ولا هم ولا مفيش مواهب كتير. اتمنى ان اكتب افلام وافلام كتير واشارك في افلام انا كاتبها وكلام من ده. وانا في كان ليا تجربه بس مع في فيلم تامر حسني، بس هو ما اتصورش، كان المفروض هيتصور الشهر 10 اللي فات. كانت كلمتني شركه انتاج ورحت عملت معاهم الفيلم وانا واستاذ باهر دويدار، وكتبنا اول درافت وثاني درافت وكان هيتصور، وبعد كده اختفوا فجاه. بكلمهم قالوا لي اصل احنا غيرنا في الفيلم، لا احنا مش هناخده، لا ما فيش فلوس، قصه كده سخيفه شويه. فانا مش عارف حاليا الفيلم ده هيتصور ولا مش هيتصور، وشركه الانتاج دي هتعمله ولا لا، والنجم اللي كان ماضي هو اللي هيعمله ولا لا، ما اعرفش وما عدتش بسال لان حصل كلاش مش لطيف مع شركه الانتاج. يعني عمرو صديقي جدا طبعا وانا اشتغلت معاه، والامين خبراته خلته بس ستيبل اكتر على عمرو راضي. امين لما جاله العروض وجاله مش عارف ايه فضل وتقل وكتب هيعمل ايه وعايز يعمل ايه وايه البلان وايه الاستراتيجي وكده. عمرو عشان جاي من على الانترنت وشاب صغير وفجاه يلا اعمل برنامج، يلا بلاتو كبير، يلا مخرج اللي كان بيعمل باسم يوسف هو اللي هيخرج لك، يلا تيم الانتاج اللي كان مع باسم يوسف. فطبعا طبيعي اي بشر هينبهر وهيروح. فهي دي حته الخبره اللي كانت عند امين ما كانتش عند عمرو. انا ما بتكلمش عن مواهب خالص، ما بتكلمش مين احسن من مين، دي الناس اللي تقولها يعني. فاللي حصل ان عمرو بس اتحط في حته مش بتاعته. عمرو قعد على ديسك ببدله يقول ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش وايه اللي ينفع يتعمل، وده مش عمرو. عمرو على الانترنت وفي الحياه عمرو بتاع هزار وفك ويتكلم ويبقى على راحته وكلام من ده. فلما قعد اتكتف، وده كان رايي يعني، فلم يوفق يعني. يعني ما كانش شيء يعني، ما كانش حد بيقول له المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه، وهو ما عندوش خبره كافيه. فبس ان شاء الله انا متاكد ان عمرو مش هيطول بعيد كتير، لان هو محبوب وعنده ناس كتير اللي بتحبه، واكيد في بروديوسرز كتير شايفين ان عمرو ينفع جدا يعني. فهي بس دي الفكره، ان امين اللي عنده بلان وعنده استراتيجي وعارف هيعمل ايه وبيحسب كل خطوه بخطوتها. عمرو بس اندفع شويه وكان بيسمع كلام بس، والناس طبعا مش قصدها تاذيه، بس هو اتحط بس بظروف ما خدمتوش يعني. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org